سلام يا ابونا، انا بس كنت عايز افهم معنى الايه بتاعت ويل لمن تاتي منه العثرات. يعني احنا مثلا لو طبقناها على قضيه التحرش، هل كده معناها ان البنت بتكون هي السبب الرئيسي في التحرش عشان لابسه لبس غير لائق؟ طب ما هو لو البنت هي السبب فعلا ولبسها معسر فهو في، لا بصوا يا جماعه، ان البنت تكون لابسه لبس محتشم ده حاجة قال عنها الكتاب المقدس، إن الزينة بتاعتنا زينة التقوى، إن الزينة بتاعتنا زينة مخافة الله ومحبة الله، يبقى في جمال روحاني كده. هتحط شوية ميك اب خفيف، طب كله بيحط ميك اب، يعني تلبس لبس محترم ولبس على الموضة. بس في ثلاث حاجات بنقول قالهم البابا شنودة: المكشوف والمضغوط والشفاف. أنا قلت لكم قبل كده صح؟ المضغوط والمكشوف والشفاف، الحاجات دي معسرة. طبعا معسرة، لأن الراجل بطبيعته بيتحارب بعينه، وما فيش حاجة اسمها هو اللي عينه تدب فيها رصاصة، ما فيش حاجة اسمها كده. طب ما انت مسؤولة بارشلي، يعني انت مسؤولة جزئيا، يعني لا، البنت ممكن بجسدها تبعت رسائل وممكن بجسدها تعسر ولد. فالبنت تكون في الحدود المظبوطة، لا تعسر إنسان بلبسها بقدر الإمكان. وهو كمان يختش، يعني حط وشه في الأرض، يمشي حط وش. دايما أقول لأولاد كده: بص للتراب اللي انت جيت منه، أو بص للسماء اللي انت رايح. بلاش البحلقة والتمقيق دي، لأن دي حرب. انت عارف ان دي نقطة عينك، الراجل نقطة ضعفه عينه. داود النبي اللي كان كاتب المزامير لما بص على واحدة ولقاها بتستحمى وقع في الشهوة وزنى بيها. انا مش افضل من داود النبي، مش افضل من داود النبي، فانا لازم اغض البصر. عارفين عن غض البصر يعني ايه؟ ما بحلقش. فهنا مسؤولية وهنا مسؤولية.